تعي لهون، وين رايحة؟ اتركني وبعد عني، انت مانك بوعيك. شي حلو بتطيريلي عقلي وبعدين بتجي بتقليلي انت مو بوعيك. انا اجيت لهون بس لأرقص، كل هالحركات هاي جزء من العرض تبعنا، فلا تفهم الفكرة غلط بنو. عن جد؟ لكن انت فهميني، شو هو الشي الصح؟ بعد عن طريقي، انت لسه ما بتعرفني، اخي بيقتل اي حدا بيقرب مني، لسه مبارح طلع من الحبس وما رح يرحمك اذا بيشوفك. ترك لي ايدي. طيب انت بتعرفي مين انا؟ انت بتعرفي انا كم واحد قاتل بالاشتباك وكلهم من امثال اخوكي هاد؟ ما وصلنا للمحكمة كمان، وبتعرفي انه اخر جريمة ارتكبتها هي قتل الشرطي سامبو يلي بيشتغل تحت ايدي؟ قتلته لانه هو كمان ما كان عم يسمع كلمتي مثلك وكان عم يتجادل معي، فهمتي؟ ولهيك لا تهدديني،